السلام عليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام الفضائية. نطلع عليكم اليوم بحلقة جميلة ومبدعة إلى واسط الحبيبة ترسو سفينة الإبداع والغالي والعزيز علي خلف الدريساوي. الله يعزك أبو الأكبر. شو أخبارك؟ والله أنا هواي مشتاق لك، صارنا هواي ما مشوفين. تشتاق لك العافية. الله يسلمك. خير إذا أنت بخير. شلون هو واسط وشلون هو بغداد؟ الزين هسه بغداد انا واصل صار لي تقريبا شهر ما شايفها، والله هواي مشتاق لاهلي والناس واصدقائي، بس بغداد زينه ان شاء الله يا رب دائما دائما وابدا. شلون هالحياه الدراسيه متعبه؟ والله متعبه، خصوصا اذا تقدر توافق، صعب الموافقه بين الشعر والدراسه. جيد. ايش قد ناس يعرفونك بالكليه انه انت شاعر؟ والله نسبه عاليه. ها الحمد لله. ايش قد يحبونك منهم؟ بعد ما أعرف، بس اللي قدامه هواي. جيد. أي. جيد. أول قصيدة خلت علي خلف الدريساوي نعرف بالكوت بالعراق، اليوم اللي إذا نعرف بالكوت نعرف بالعراق، نعرف بالبصرة نعرف بالعراق، باعتبار أنه موجودة سوشيال ميديا، من نعرف في مكان ما نعرف في كل الأماكن. والله بدأت يعني مراحل، يعني أول قصيدة وصلت لي كانت ويا المرحوم الله يرحمه أستاذ سمير سمير صبيح، الله يرحمه، فأخذت حيز كلش كبير بوقتها. جيد. ما بعد ذلك حلقتي بشتاق له مع الأستاذ راد أبو فتيان، يعني كذلك ألف تحية لبود، ألف تحية له، أخذت حيز كذلك والحمد لله. جيد. مستمرين بالنجاحات إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. الكود جاي دعمك؟ أكيد. ها والله حلو. يعني أنت ضد المثل اللي يقول مغنية الحي لا تضرب؟ لا بالكوت احنا ما عدنا. صدق والله؟ والله يد واحدة ان شاء الله. ألف تحية لواسط. ألف تحية لواسط. شلونهم شعراء واسط؟ والله أنا كلش بشتاق لهم حقيقة. صار لي هواي ما جاي. صار لك هواي كلش ما جاي. صار لي هواي ما جاي لواسط. مشتاقين لك والله. الله يعزك. أبو حسون أنت منين تخاف؟ والله أبو الأكبر الإنسان اللي تحبه يعني تخاف عليه من الهو. الله. خليتك بعين وكنت خايف حيل. أخاف ولا دمع يا ذيك ترف وتزلغك أمي. أويلي يا أبي. أنا من كنت أخافاً كنت أموت عليك، شو سوى عليك هسه وميت البي. أويلي يا أبي. أويلي يا أبي. شو سوى هذا الخوف؟ هذا إيجابي تقريباً. طبعاً إيجابي 100%. تخاف على الأشياء اللي تحبها إيجابية 100%. وفي بعض الأحيان الأنانية مطلوبة. أكيد. مو؟ أي مطلوبة. أنت أناني بأشياءك؟ تقريباً. أنا يعني عندي شوية. أحشيلك يا أحمد صراحة أناني. أنا والله. صدق والله؟ أي والله. ما تطيشك. لا شون. بس اللي تحبه تقدر يعني تخسر هواية أشياء على مود. يعني شوية تخف الأنانية. هوية. أي ويا. جيد. أي أكيد. جيد. صرت مغرور؟ والله هواي يقولوا لي هيك. بس الصراحة يعني انه شاعر شاب مواليد 2001 ووسيم الله يعزك وشاعر معروف، يصير في بعض الاحيان غرور؟ الغرور البيئة ما اخذني، كنت ما اشوف بس روحي. من حقك. وصرت روحي وقمت ما اشوف بس انت. الله. وكل شيء تشوف لو لحظة العشق شفته، قالوا كل من بوقته، القبر وقته وعسلا قال هلا كفاك هم وقتي. الله الله الله. ومن حبيت شفت كل الوقت بس حب حلو بكل الوقت، ما يحلو اي وقت. الله 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 الله. من القصائد القريبة لك؟ والله ان كلهن يعتبرن بناتي فكلهن قريبات، بس اكو واحدة شقرة وعيونها خضر. والله والبنات ما يتقيمن بالجمال، يعني بالروحية بالموضوع للسولفة، كل واحدة تأخذ موضوع معين. خلينا نسمع قصيدة. نبتدي بقصيدة جديدة. يلا. انطلاقا من حديث الإمام علي عليه السلام. السلام الله عليك سيد ومولاي. تبنى قبورنا قبل أن تبنى، فيا ليتنا تبنى قبل أن تبنى. نعم. فهي وصية موت،
يا أخويا لو موت توازي ذب الدمع ذبت قزازة. الله الله الله. واحزن وخليهم يتيهون يا هو من عندنا الجنازة. الله. كترني دار أمه وخواتي بس ذني بالدنيا أغاتي. أويلي أويلي أويلي. كترني دار أمه وخواتي بس ذني بالدنيا أغاتي. وما لوم واحد يقطع وياي أنا الكنت قاطع صلاتي. الله. ما لوم واحد يقطع وياي أنا الكنت قاطع صلاتي. بس الله وأهل البيت إلمي. أي بالله صحيح. ومن ناسنا كلش تعبنا. واعتذر من جيراننا هواي خافوا بزغر غثهم لعبنا. أي والله. وخلي الربع تبكي لتنعى. حزن الربع للمات سمعة. والرادلية يسوي الثواب بالثواب وخلي راض ربعه. الله. يا محلى من الله تهتم الله الأحباب. خل الربع تبكي لي تنعى. حزن الربع للمات سمعة. والرادلية يسوي الثواب بالثواب وخلي راض ربعه. يا محلى من تهتم الأحباب. أو يا حزن من راح عبر الباب. لا ترم روحه ويا العصافير ويا روحي ما تتحمل أصوات. الله. لا ترم روحه ويا العصافير ويا روحي ما تتحمل أصوات. وعقال أبوي الهاد على الراس ما يوقع إلا بيوم عباس. نعم. ما وصل يم شفافنا الذل ولا وصل يم شفافنا الكاس. خلى على رأس البخت خلى ما دام ما شاف ابن ذل. ويما النعش كثري لهزة وناغين صوتك حيل عزة. الله. يما النعش كثري لهزة وناغين صوتك حيل عزة. ويا يما كثري للدل اللول هالنوم ما أبيها أشفزة. أي بالله ما أبيها أشفزة. عمرك طويل إن شاء الله. الله يسلمك. عمرك طويل إن شاء الله يا بعد عمري. الله يعزك. الله يسلمك. هاي القصيدة هواي بيها سوالف وحديث بصراحة. أي. شنو أسباب كتابتها؟ والله يعني انكتبت جدا بمشاعر صادقة. يعني تقريبا من أكثر القصائد اللي سولفتني. أكبر معلم إليك منو؟ أكبر معلم أخطائي. جيد. بس الأخطاء راح تدفع ثمن. أكيد. لا المعلم اللي ما تدفع ويا ثمن. الثمن ياخذك هذا ليه إيجابية؟ طبعا. إيه. طبعا. طبعا انت المعلم. اكمل لك اجاوب على سؤالك. المعلم اللي ما ياخذ ثمن هو الاب الوحيد. الله يحفظ والدك ان شاء الله. الله يعزك. الله يحفظ والدك. شكرا على هذا الجواب الرائع. الله يحفظك ابو الاكبر. رائع والله. فدور والدك. انت اخو زيد خلف. نعم. شنو ضاف لك زيد خلف على اسمك؟ على اسمي ألف تحية زيودي. ألف تحية. أكيد. ولد مؤدب وخلوق ربي يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله ويحفظ إخوانك كلهم. الله يعزك. والله زيد يعني هو أضاف لي كونه أخ وصديق وحبيب. لا ضاف لك من ناحية من ناحية الاسم. كاسم والله هو يعني أغلب المهرجانات هو يدعمني بكل كلمة. يعني ما أطلع أي مهرجان إذا مو هو أول واحد وآخر واحد يتصل عليه. جيد. أي. جيد. يعني ضاف لك. ضاف لي من ناحية الدعم. يعني دعم معنوي. دعم معنوي. لطيف جدا. آخر هدية استلمتها منين؟ والله صديق. شنو كانت؟ كانت هو يقولون العطر فراق. إيه. إذا جديد يقولون مو فراق. إذا جديد؟ إيه يقولون مو فراق. والله ما أعرف بس هو كان عطر. جديد. الصديق له العطر. لا العطر. العطر والله لا ما اعتقد جديد. ها اخويا شامل تروح نطي فلوس طي الف طي ربع يعني حتى لو سعر رمزي حتى ما يصير فراق بيناتكم ان شاء الله. اخر هديه انطيتها. اخر هديه انطيتها والله اعتقد محبس. اها. شنو ابسط الاشياء اللي تفرحك؟ شلونك منين؟ من اي واحد؟ لا أكيد
إنسان قريب عليك. أنت متهم بشنو؟ والله أبو الأكبر هواي ناس مثلاً تتهمني إنه أنا ما أفتهمها. ما تفتهمها؟ إيه. جيد. شنو جوابك لو أنت؟ هنا لعفتنا ورحت يل زيدت نوحي. هنا لعفتنا ورحت يل زيدت نوحي. ما مفتهمني قلت هو مكثر جروحي. ما لومك على الزعل وانا وحق خبزتك ما مفتهم روحي. تلومني بعد يا بعد راس عليش اللوم. بصراحه هاي اللي ما مفتهم روحي كلمه تقال لو واقع حال. والله واقع حال وعانى منها كلش. بسبب من؟ يعني بدون سبب. انا طبيعتي هيك يعني انا غريب داخليا. اجمل تعليق قريته؟ اجمل تعليق والله قبل فتره وصلتني رساله على الحساب قال كان شخص زعلان وين حبيبته فدزلها قصيدتي وتراضى. شنو الشعور كان؟ والله مفرح صدق. والله والله هاي الغايه من القصيده انه تلامس مشاعر الناس وتكون ايجابيه. انت غامض. والله جدا غامض بس اكو ناس يعني تصير واضح جدا وياهم. لا اراديا؟ لا اراديا اكيد. كان صياح محترقين كان صياح محترقين وبكي ونايح وحبيبي بنصهم ويهمس اسمع بالهمس ما اسمع الصايح. حقك على جيراني اللي يذمني وجه بثقلك وشابح بس هسه اشم من ثوب كالتالي اذا عطرك لقيته على الهدم فايح. الله غير انا حلم خرسان شي جانب بين كفك هالكثر واضح. الله 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 غير انا حلم خرسان شي جانب بين كفك هالكثر واضح. ناخذ فاصل بعد انت تشوف الافضل. الله يسلمك احبتنا مشاهدي قناه الايام. فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام عدنا وياكم مع الحبيب علي خلف دريساوي. الله يعزك ابو الاكبر. شلون ابو حسون؟ بعدنا بخير وياك. الله يعزك. الله يسلمك. ابو حسون اكثر واحد يشعر بحزنك؟ امي الله يحفظها. الله يسلمك. انت فخر لنا. انا مشتاق لها والله. الف تحيه لها. تحيه لها اكيد. اكثر واحد يفتخر بيك؟ والدي. وانت تفتخر بمن؟ بوالدك اكيد. الله يحفظه لك. شعور متبادل بيننا. الله يحفظه لك ان شاء الله. الحياه الجامعيه شنو اخذت من عندك؟ شويه من حيلي. ها؟ والله تعبت قلبه هواي. تعبت قلبك لو حيلك؟ هو اثنين هو الحيل. لا يقولون الحيل رجلين. لا والله المنظر العام. القلب يتحكم بهم كلهم. انت قلبك رشيك؟ يعني وكلش. انت يعني باتخاذ القرار تحكم قلبك لو عقلك؟ والله يعني عقلي ياخذ مساحه اكثر بس مرات يسولف بوحده هو. او عادة من يسولف واحد تسمعه؟ اكيد بس مو دوم. ها يعني ورا 12 ورا 12 مو بس تسمع ورا 12 بالليل قصدك؟ اي طبعا. من تشوف شخص عزيز أيه؟ تتغير ملامحك؟ كلش يعني ابو الاكبر كن ساني غيرك جذريا يعني من اشوفه. ايش عجب ما لقاه يفرق من اشوف فنك مثل ما الاقي الاستفتاح ابوسك وعلى قصه النوبه حطنك. يستاهل والله. اي أيوة والله والله يستاهل. والله ابو الاكبر يعني الانسان العزيز عليك إذا أخذ حيز كبير من حياتك يعني هو يكون إيجابي بس أي جرح من عنده يكون سلبي بحياتك ومدمر. طبعاً يأذيك. فإن شاء الله هو هالأيام يعني شوية صاير الوضع الصحي والعاطفي مو تمام. ها آه أي والله. معيوف. معيوف عايف نفس الشيء. أنت بالتالي باثنين أنت وحيد. أوكي أنت معيوف لو عايف. والله واحد عاف الثاني عن قناعة لو ظروف. والله الاثنين
الظروف احيانا تولد قناعه داخليه، يعني مو بس ظروف والرجل ما تحكمه الظروف. لا لا اقصد اثنيناتكم. اثنيناتنا لا، يعني هو الابتعاد صار بقناعه من بعض ظروف متراكم، يعني مشاكل وكذا. ايش قد محتاج هذا الاتصال؟ والله حاليا ما محتاج، لان ياذيني هواي، ياذيني داخليا. حتى ما اطول وياك اقرا لك قصيده. تعبني يم العشق، لو يرد بي الوقت بس تحبيتك. تعبني يم العشق، لو يرد بي الوقت بس تحبيتك. وخرب رسوم ترى والظال بي، وثبت بس ديش تربيتك. الله افترب بين الخلق قد ما افترت على الجيران صينيتك. الحنية مو بالترف يا يما، كفك خشن وجفوف ترفش كفر ما تجيب حنيتك. نعم وخلحكي عن العشق وش سوى بيامي، من قام من بزعل ظليت قاعد انا من راح قدامي. مو ما يهمني الزعل بس حيل ما ظل اللي ويحرك قدامي. الله ملتف علي الحزن اكثر من حزاني. اويلي يا ابي اويلي يا ابي. خلحكي عن العشق وش سوى بيامي، من قام من بزعل ظليت قاعد انا من راح قدامي. مو ما يهمني الزعل بس حيل ما ظل اللي ويحرك قدامي. ملتف علي الحزن اكثر من حزاني، وما لوم واحد مشى يا روحي. خليهم خليهم، الباب يوسع جرح على الباب دليهم. عافوك ناس اش كثر هالمرة عوفيهم، ما حد يريدك عمر وجفوفهم كذبت ما كانت تحبني. مثل الضماد اصبحت بس ساعة تقذبني. الله تنسد قلوب البشر من تفتح جروح، وهي الصغار التوث باللوحة من تنظر ما تحس ذاك الوجع، بس الوجع حيغسل لاية اللوحة. لا صحيح منها وبيها. الدنيا خسارة وربح، ليش بس أخسر؟ مفتوح باب القفص وما طار طير العشق، سالم جناحة ترى بس واخس مكسر. الله مفتوح باب القفص وما طار طير العشق، سالم جناحة ترى بس واخس مكسر. يقدر يموت القلب من على العشق يقدر، ويا قلبي كأف بعد ما اريد تتكرر. يا قلبي هذا العشق ما اريد يتكرر. بسلامتك يا ولد. موجوع. الحمد لله على كل حال. ما دام بعدنا بالام، ايش قالت الام على ابنها؟ الله طبعا ابو الاكبر شايف العائله من تلتم يمدون السفره ويقعدون كلهم العائله على سفره واحده، فالمكان اللي بينقص مؤذي كلش. يعني الام الفاقده تعال تحاكي ابنها تقول له تعال او شوف حال اللي بيئت بجفاك، وعرفك ما كنت للموت ناوي. يل ما ترضى صوتي يصير بالبيت سابع جار بتشت النعاوي. الله 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 الله. موقف صعب جدا. بس ابو حسين 2001 مو مال هذا الحزن. والله العمر مواقف وتجارب. يعني المفروض هسه انت مبتسم وابتسامتك حلوه. هو اكو بيت على الابتسامه. أنا بالواقع دائماً مبتسم، فأكو بيت قلت أنا ما أزعل عليك، أنا كل زعلك كذب يشبه ضحكتي. أها بالضبط، يعني كله من باب الابتسام وجه أخوك المؤمن صدقه، نحاول نكون إيجابيين. يقول أدرب الماء أدرب الماء أدرب الماء لخلق. أي يقول أدرب الماء لخلق سبتها انت. اي والله. واضرب الماكو ضحك سبتها انت.
وادري لو عدلي وجعان روح اعزلك. الله اكبر. اي هي المشكله قلوبنا اكيد. اذا عضو من اعضاء جسمك تريد تستأصله تحسه يكسر قراراتك صعب. هو يعني احيانا اذا كسر قراراتك فهو منطيك هواي قرارات حلوه. هو اذا اقول القلب ابو الاكبر. انطيني قرار من قرارات القلب صحيحه. اكو ناس بي ما صعبه. الناس بي لو واحد بي هم اكيد يعني لو الناس اختصرت الواحد اختصرت بناس كبرته صاروا ناس. والله اكو ذيش مره كتبت فتشي يقول لي الحب هو ان تمتلك كل شيء حينما تمتلك شيئا واحدا فقط. صح. اي هو مرات انت انسان تشوف الدنيا بك كامله مو بس تحس اب وصديق واخ وحبيب. من يوم يتولد الزعل والفرح والحزن وكلهم. من يبكي وياك وانت تبكي؟ قصيدتي. ومن يضحك وياك؟ يضحك وياي والله كل الناس القريبين علي. المن تقول ليش؟ ليش؟ والله بالأكبر السؤال شوية يعني غريب. يعني ليش؟ أقول الروحي. على شنو؟ يعني اختارت ناس تعبوها هواي ما يستاهلون. اي والله. سهرت؟ هواي. على؟ يعني أنا الدراسة؟ والله الاثنين. يعني مراتك مواقف السهرة هيك مرات الدراسة. والعيون ما سهرك؟ العيون أكيد. أنا مرات تجيني أيام 36 ساعة أنا ما نايم. مرات تجيني هاي على مود دراسة؟ الاثنين والله. بس يعني نقول دراسة. ها نقول دراسة. أي ما أريد نكون ضعاف. أي عاد قد تقديرك بالدراسة؟ أنا بالسادس طلعت من معدل 83.7. جيد. قسمي تربية علوم صرفة فيزياء. حلو. والله تقدير يعني جيد إلى جيد جدا. إن شاء الله يا رب تكمل ماستر. إن شاء الله. إي والله نتمنى لك. الله يحفظك. إي بالله. نسمع قصيدة. نسمع قصيدة. بس أريد شوية تفاؤل. تفاؤل؟ إي شوية تفاؤل، شوية. والله خلنا نقرأ لك هاي القصيدة. هي ما بيها تفاؤل الصراحة. الصراحة يعني الفترة الأخيرة يعني والله هي القصيدة بتبيئتها. هي بيها تفاؤل من ناحية إنه تترك ناس مأذينك. أي الأمانة تفاؤل. أي فيقول انتهينا إحنا بعد. ما تنفع الرفقة وبعد ما يهم نبقى بيطبقه ما يطبقه. أنا أدري براحته. هذا انتهينا احنا بعد ما تنفع الرفقة وبعد ما يهم نبقى بيطبقه ما يطبقه. هذا من عدم لو صار صورة ببيت ترد تعدمه لما ترجع تعلقه. بالله صحيح. حارقني او تخيل وجعة المحروق وجاي راضيني لكن يشرق بشبقه ويحرق ذكرياته ويضحك ومرتاح. المصيبة النار زرقة وعينهم زرقة. الله. ترى الحطاب لازم ينحسب كتال اذا يلزم غصن بي ذكرى ويشرقه. الله. والحطاب لما ينحط بتابوت يخاف من الخشب لا ياخذ بحقه. الله الله الله. لعيشن بقلق يشبه حرام البيت يا تشف يوصله يتخيل يطقه. الدنيا وهاي عينه جيت تطيح ناس وما تهتم الشجره بطيحه الورمي. واسمع يا المخلب سمعتك لذقه بهلك لو تدور مثل ما تلقى. دربك قمت حسبك بور ما الاعزاز لا تنتظر رائح جدام من السحقه. صرت مثل الوقع من جبل لاح الغيم. اسمع يا المخلب سمعتك لذقه بهلك لو تدور مثل ما تلقى. دربك قمت حسبك بور ما الاعزاز لا تنتظر رائح جدام من السحقه. صرت مثل الوقع من جبل لاح الغيم. يصير الموت مقلب ساعة الملقى.
أو لا تستفز بي تقول لي شو تعبان، لا تستفز بي تقول لي شو تعبان، ترى بقلوبنا وبوجوهنا الحرمة. الله هاي تشوف ذي ضاقت دموع العين، هاي تشوف ذي ما ضاقت الصبر، هاي تشوف ذي ما رقدت من الخوف، تشوف الماك صوته من وخد حقه. نعم بيبان القلب والبيئة يا بالذات، بصابي على عضهن راح تسرق. بسلامتك ابو سرقيت الباب اكيد. والله كفو، والله والله كفو. الله يحفظك. ناخذ فاصل نشوف انت. يلا احبتنا مشاهدين قناه الايام فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام، عدنا وياكم بالبارت الاخير مع الحبيب علي خلف الدريسة. أعزك أبو الأكبر، منور الكون والله. أنت النور والله حبيبي حبيبي يا حبيبي. الله يحفظك يا أبو. شلون واسك هاي الفترة بالشعر وبالمهرجانات لو ملتي حاليا بالدراسة؟ والله آخر فترة لا، بعد ما أنا تقريبا 8 أشهر من بعد محرم، قبل شهر يلا نزلت قصيدة. كنت ملتي بالدراسة وكذا لا، الفترة الحالية يعني واهس ممتاز. جيد. التأخير عن المهرجانات ورفض القنوات ورفض المهرجانات يسبب انطباع عكسي على الشاعر؟ والله هو يأخره يعني يراد يكون مدروس، يعني مو حلوة كثرة البرامج الهواي. يعني أنا أشوف البرنامج الصراحة أكو شعراء يعتبرون البرنامج مهرجان. برأيك منو الأفضل؟ أكيد البرنامج أفضل، برنامج يطرح ثقافة الشاعر كاملة. جيد. ويقدر يقرأ بنتاج، يقرأ بنتاجه. جيد. إيش قد عدد الجيل اللي طالع من الكوت؟ والله يعني الجيل الأخير مبشر بخير، يعني حتى هم التحقوا بالجيل اللي قبلهم، فالجيل يعني الأخيرات يعني شغلهم الفترة الحالية كلش حلو والله. جيد جيد. على المستوى الشخصي في اي محافظه تتمنى تقرا؟ والله انا تقريبا قارب 90% منها، بس يعني القريبه من قلبي الحله. الف يعني تحية. اول لان اول مهرجان قريت به خارج محافظتي هي جيد. الحله. الطموح حق مشروع صح؟ اكيد. وين طموحك توصل؟ والله من الناحيه الشعريه انه تستمر بالنجاحات، لأن إذا كان طموح معين فأنت راح تتوقف. جيد. أما من الناحية الدراسية فإن شاء الله نكمل دراسة، نطمح للماستر وغيرها إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وبعد نشوف الزمن إيش ضامنه. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله حليفك النجاحات كلها. الله يحفظك أبو. أي والله. بس وحسون أكو شغلة ببالي وأتمنى أتكلم وياي بيها بصراحة. زين. شنو اللي يحتاج الشاعر على مود اليوم يكون معروف مشهور؟ أكيد قصيدتي. طبعاً قصيدتي هاي الدرجة الأساسية القصيدة. يعني قصدي يحتاج علاقات يمين يسار غير القصيدة شاعر؟ والله مو ضروري أشوف العلاقات، يعني مو شيء أساسي حتى أنت توصل. ها والله. بس هو بجوز تكون تقطع المسافة أقصر العلاقات. نعم يعني هذا اللي أقصده. أي مسافتها أقصر. انه وجود علاقات اليوم على المستوى الاكبر، اللذة بالوصول انت وحدك بدون علاقات عظيم. طبعا عظيم. يقول الطريق مزعج. أيه. وسيمزقك، لكن لذة النجاح سترممك. انا اكو شيء جدا مفتخر به بمسيرتي، صحيح المسيره قليله بس يعني لحد الان جدا مفتخر به، وهو انه ما فد يوم طلعت برنامج او مهرجان ما كان الاتصال الرسمي ابو المهرجان. حلو. فمن بدايتي يعني من اول ظهور الي تستاهل. يعني من 2017 تقريبا هذا اليوم. انت تستاهل لانه تخش شاعر. الله يحفظك. وبصراحه بلش اسمك يطلع بين الوسط، واليوم عدد الشعراء كثير للامانه. فيه. فانه انت تخلي لك مكان بين هاي الناس هاي بحد ذاتها صعبه. الحمد لله. حد ذاتها صعبة ويراد لها
يعني جهاد وكفاح وكتابة ومتابعة. أنت من الناس اللي يتابعون الشعر هواي، يتابعون الوسط، يعني هو الوسط، يعني أنت تعرف من خلال قناة زيد خلف الوسط هو كله يعني قباله صاير. صح أي صح موجود، فالقصائد أغلبها تمر يعني عليه من خلال القناة، وحتى لو ما يعني ما مرت لك زيد يقول لك فلان قرأ قصيدة حلوة. مثلا زيد من يجي المهرجان يقول لي روح اسمع هاي القصيدة. صح صح. تتمنى قصيدة ما اكو شاعر كاتب تتمنى انت كاتبها؟ اكو قصائد احبها. ها مو تتمنى كاتبها؟ اي. زين ناخذ قصيدة من قصائدك. قصيدة احط صورك بحضني وصور تحطها بنار، ولو وقت الشتاء حارقهن تدفيك، بس بالصيف حتى يزيد حقدك تشيل بيهن حار. الله. وراح احكي لك انا وانت حسب انذار، حزن لو فرح رايد انا بكيف اختار، المنشار نفسه مفصل الكاروك وكم تابوت قل مفصل المنشار. نعم. ايش يعبر صدمه فراقك اليدك صورة عزيز توفى قبل أسبوع، يضرب روحه لمن يضرب المسمار. الله. كم دار انهجم من شفت وجهك دار، من قلبك تطلعني أعيش أنا وتموت أنت أنا جمار، وعند شفقتك عازة من قلبك تطلعني أعيش أنا وتموت أنت أنا جمار، وعند شفقتك عازة وبد ما شفتك تدف غطى جنازة. نعم. أو ليش تقول عنه لا يعرف الهم، أنا اللي ما يعرف الهم، أنا شجرة وكنت أنسق من النهران، وخلوني جذع قصاب كل يوم أنسق بالدم. نعم. شو أوصفها، دم برقبة كنت هواي بيها اشتم، دم برقبة كنت هواي بيها اشتم، وتدري سنيننا نخلصن لو تلم، لا بيهن هلا ولا بيهن الله وياك من معاشرك شفها. الله الله. آخ من اللسان اللي ما رضى يلومك وبدا يلومك، اجيتك بعد فرقه لتعبتني هواي، اجيت مخرب رسومه وانت تخبل رسومك، يا السايمني ما اسومك، يجوز تبيعني فد يوم، خلي هدومك على المشتري من تبيع، بلك تخف غربت من اشتم هدوم. الله. يا السايمني مقسومك، يجوز تبيعني فد يوم، يجوز تبيعني فد يوم، خلي هدومك على المشتري من تبيع، بلك تخف غربت من اشتم هدومك. يا المرخصني يا غالي لا تهتم اذا ما جيتني فد يوم، انا احسبها جايه من تجبالي. نعم. سلامتك ابو الاكبر. انا احسبها جايه من تجبالي. اي والله. الله 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 عليك. اذا علي خلف دريساوي مخير، اذا انت مو ابن واسط من وين تكون؟ والله بغداد اقرب لي. اها. اي والله. يعني هي تعتبر العراق. شنو الفرق بين شاعر الشاعر من 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 بغداد والشاعر من المحافظات الاخرى؟ من يا ناحيه؟ يعني اقصد بالوصول. بالوصول اكيد بتواجد الاعلام وكم الهائل من الشعراء اللي واصلين، والفرصه المتاحه من كثره المنتديات وكثره الملتقيات والاحتكاك اللي يكون بين الشعراء، هذا يولد نجاح. زين اذا تعرضت الدراسه والشعر منو تختار؟ دراسة أكيد. يعني تفرض بالشعر؟ أكيد. الشعر برأيك في يوم من الأيام تتخذ مصدر رزق؟ طبعاً. وللأسف بالوقت الحاضر صار مصدر رزق. لا لا بالنسبة لحضرتك ممكن تأخذ مصدر رزق؟ إيه. بس يعني مو دائم يعني صدف. يعني قصدك ما راح تعتمد عليه؟ لا أكيد ما أعتمد عليه. لا أنا جاي أسألك ممكن تعتمد عليه؟ لا مستحيل. ها يعني راح تعتمد على الجو الدراسي، اما أكيد. الشعر يبقى هوايه طبعا. شنو تتابع غير الشعر؟ الموسيقى. بيتهوفن. بيتهوفن
حسنو نصير شم بعد ابن الكوت باعتبار نصير شم من رجال ابن الكوت اي يعني سلام القصبجي بعد هواي عازفين ومن ناحية الأصوات الجميلة أميل للخليجي أكثر الخليج والريف العراقي جيد ريف أي كون يكون هذا يعني سامع طور الحيوي أكيد طورنا هذا طور أي. الحي سامع يعني قصدي سامع أكيد أكيد أي هسا إذا مشيت بشارع إيش قد ممكن يعرفونك من عشرة والله مو من ضمن أهدافه هذا الشيء لطيف جدا مو من ضمن اهدافي انت تكتب القصيده من اجل القصيده مو لاجل بالضبط يعني انا افرح من شخص حافظ القصيده وهو ما يعرفني او شخص مثلا يشوفني ما يعرفني بس هو حافظ لي كم بيت شلون تتعامل ويا الناس اللي يكرهونك حريتهم هي براحتهم شلون تتعامل وياهم طبيعتي كطبيعتي يعني ما يتغير مني شيء ها والله ما لا يزيدونك ولا ينقصون منك لا اكيد هو بعد نظرته علي هذا الشيء بعد راجع له يعني انت ما تسعى انه تغير هذه وجهه النظر لا طبعا اكيد يعني من يكون طبيعي حتى يتغير وجهه النظر خلو ما اكون طبيعي حتى اعوفه او اقدر اكون سلبي حتى يتركني اذا انا ما اريده بس اكون طبيعي حتى يتغير وجهه النظر عندك عداء والله يعني ما اشوف هذا الشيء اعداء وكذا خلينا ما نسميهم اعداء اكو ناس ما يحبوا لك الخير لازم شيء طبيعي لا هذا الشيء طبيعي اذا ما تعرفهم بس اللي اعرفهم لا ايه؟ ما صراحه ما شايف جيد 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 نريد نوصل المسك ختام الحلقه ونريد الختام على ذوقك والله اختم القصيده لا سيدي ومولاي مسلم بن عقيل سلام الله عليك سيدي ومولاي ثقة الحسين كأن روحا من أرواح خدمة الحسين يأخذها الطيف حيث الكوفة ومسلم بن عقيل جميل فتبدأ تروي لنا ما حدث قائلة بدا فانوس يفتر بالدرابين أو يقرأ اللاهلب وجه الحياطين الله سألت شلون راحت غربي للجيش قالوا يا الصلاة تمشي الشياطين نعم وادم كان هودج لازم تميل هنا نلحق مثل صدق المساجين أو يكل خرزم نسبح واذكر الله كم سجادة تخلى من المصلين نعم مرات الهلا مثل الله وياك ما يرهم نقى فوق السكاكين طلعت لي هلا من فطور حيطان ولا الله وياك من صدر الدواوين مشت روح القصر شافت هواي عدلين اش كثر بس ماكو عدلين ومو بس المناظر تنصر اسلام خبار تسولف حلوق السنادين وقف وبريجه شم حسين عطشان وقف ما همت الجيوش وملايين قال السيف إذا ما يلوح سلطان دم الرقبة يندل السلاطين الله وبسلامتك أبو الأكبر الله 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 يعزك للأمانة قصيدة هذه مهمة جدا الله يحفظك أبو الأكبر جدا مهمة فدوى روح لك الحمد لله حقيقة خليني أسولف لك على القصيدة مروان مسلم بن عقيل ايه مثل هيك قصائد محتاجين ليش محتاجين قصائد لانه ما موجودات بكثره صح لو خطا صح وتناول الموضوع من زاويه لطيفه ايضا الحمد موفق لله. ان شاء الله شكرا بالختام وصلنا قبل لا اشكر حضرتك انا اريد شنو تقول للسيد المشاهد والله ان شاء الله كنا خفيفين نضل عليكم وهنيالكم لان كل جمعه اشوفنا ابو الاكبر الله يعزك ابو حسون شكرا لك شكرا لشاعريتك الله يحفظك شكرا للحاج خلف ابو من السيد الوالد ابو زيد الله يحفظه ان شاء الله ويطول طول العمر ويحفظكم له الله يسلمك وشكرا لواسط التي انجبت هكذا فارس احبتنا مشاهدين قناه الايام وصلنا وياكم الى ختام الحلقه كان فارسا وشجاعا وخلوقا ايضا في امان الله نلتقيكم
في حلقات أخرى.